اللهم إنا ندعو لمرضانا بما علمتنا في القرآن، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم أنت الشافي فاشف مرضانا، اللهم أنت الشافي فاشف أولادنا، اللهم أنت الشافي فاشف آباءنا وأمهاتنا، اللهم أنت الشافي فاشف أحبابنا، اللهم أجب دعاءنا وبرد قلوبنا بالنظر إلى مرضانا وهم أصحاء بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين.